بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني وأخواتي، السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو سوف ترون طريقة سهلة لمعرفة أو كشف المواقع النصابة، يعني وهذه الطريقة كتهم الناس، يعني هذا الموقع كيهم الناس اللي كتشري من الإنترنت أو كتربح من الإنترنت أو كتبيع في الإنترنت. يعني كاين الناس اللي كتردد من المواقع اللي كتربح، يعني كتربح منها الفلوس. كي خصك تجربها ولا تسول شي واحد ديجا جربها، عاد يمكن لك تعرف واش هي صحيحة ولا لا. فهاد الموقع هذا اللي كتشوفوا امامكم، كيمكن لك تعرف المواقع النصابة بطريقة سهلة. كيما شفت انا، يعني شحال من وحدين حاطين يعني فيديوهات كيشرحوا المواقع النصابة، ولا يعني كي خصك تمشي تكتشفها وتقلب المهم هذا موقع سهل للاستعمال. فقط يجب عليك نسخ رابط الموقع اللي راك شاك فيه، تحطه في هذه الخانة هذه هنا، وتضغط على هذه الأيقونة هذه، شيك ات ناو، عفوا شيكيت ناو. انا استخدم جوجل ترادكسيون، لهذا هو يشرحه بالعربية. الموقع لا يدعم العربية والانجليزي. يعني من كتضغط على هذه كيعطيك بعد الثواني، كيعطيك يعني الموقع يعني راه مأمن مزيان بالاخضر، يعني شحال ما كان بالاخضر كان احسن، كان افضل. يعني ولا شفتو هبط على هذا المستوى هذا من 60 من 50% لتحت، حاولوا انكم كاع ما تتعاملوش مع ذاك الموقع. اذا هنا تحت الموقع كتلقاو جميع المعلومات ديال هذاك الموقع، ويعني كتلقاو حتى التليفون، النمرة ديال المالك ديال هذا الموقع. مثلا ناخذ موقع كذاب، يعني نصاب، داك الموقع كاش فيستا مثلا. هذا الموقع هو كيقول انا ربحي شحال من واحد مسكين ضيع وقتو فيه بزاف الحوايج. مثلا كان عليه في الاول يجي لهنا يضغط عليه غادي يعطيه غير امن، يعني هذا الموقع شوف صفر صفر في المية. الموقع يعني شوف ما ديال الاسمية ديال مالك الموقع، لا حتى حاجة، لا معلومات. ها هو مثلا المالك ديال الموقع، يعني مول الموقع سميتو كاش فيستا، يعني مول الموقع سميتو كاش فيستا. المهم ما عليناش، هنا كتلقى لي كومونتير ديال عباد الله، يعني ديال الناس يعني كيتشكاو من الموقع، كيزيدو يأكدوا على انه موقع كذاب نصاب. اذا يعني هذا الفيديو قصير، ولا اني نتمنى يكون مفيد للناس باش ما يقعوش في اخطاء. و بغيتو في نفس الوقت تعرفوا يعني معلومات مزيان، يعني المعلومات على الموقع، تمشيو لهاد الموقع هذا وكديروا نفس الطريقة، كتحطوا هنا يعني اسم يعني الموقع، وكديروا بحث هنا في هاد الخانة الصفراء، كيعطيكم يعني معلومات ديال الموقع كاملة، حتى الاي بي. يعني كاين هاد المسائل كتهمشي ناس، يعني كيبغيو يعرفوا هاد المسائل. يمكن ما شفتو معانا نديرو موقع اخر، مثلا ايتورو ولا شي حاجة بحال كازافي، يعني موقع مغربي كازافي.com. هذا موقع ما دار ربح ما ديال الخسارة، هذا هي موقع عادي لكنه آمن ودير جنبي المعلومات تقريبا. يمكن لك تدخلو، ما فيه لا فيروسات، لا حتى لو كان فيهم فيروسات كيعلمك يعني الموقع، تيقول لك ما تدخلش هذا الموقع. ونتمنى انكم ديروا لايك على الفيديو وتشاركونا في القناة، وشكرا.